لأول مرة منذ 20 عاما انخفضت معدلة الفقر في مصر إلى 29.7% عام 2019-2020 مقارنة ب 32.5% عام 2017-2018 بنسبة انخفاض قدرها 2.8% ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء. تعد هذه هي المرة الأولى منذ عام 1999 التي تتراجع فيها معدلات الفقر في جميع المناطق في مصر، وكان الانخفاض أكبر في ريف الوجه البحري بنسبة 4.73%، يليه ريف الوجه القبلي بنسبة 3.79%. ويعكس ذلك نجاح جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة. وتركز الدولة المصرية على البعد الاجتماعي للتنمية من خلال المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، الذي يستهدف تطوير وتحسين حياة جميع قرى الريف المصري، حيث يبلغ إجمالي المستفيدين 58 مليونا وبتكلفة إجمالية قدرها 700 مليار جنيه. هذا ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2021 في الوقت الذي خفض فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي. وتوقع الصندوق في أحدث تقرير لأفاق الاقتصاد العالمي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3%، يرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% في شهر أبريل الماضي. كان البنك الدولي قد أشاد في يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة. بنرحب النهاردة في استوديو من القاهرة بدكتور محمد حمزة الحسيني الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا دكتور وأهلا بك معنا. الأول بس نقترب أو نقدم قراءة اقتصادية تحليلية في تقرير البنك الدولي ومؤشراته لزيادة أعداد الفقر بهذا الشكل على مستوى العالم. مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين، وكل سنة وهم طيبين بمناسبة المولد النبوي الشريف. ثانيا طبعا النهاردة كذكرى الأمم المتحدة الجمعية العامة بتحتفل بها كل سنة أو بتحييها كل سنة، وهي يوم الفقر العالمي. السنة دي أو السنتين اللي فاتوا يعتبر ليهم نظير مختلف شوية، نظرا لأن الكورونا الكوفيد 19 دمر سلاسل إمداد كتيرة جدا في العالم، ودمر أسر كتير جدا في دول كتير جدا كانت بتعتمد على الإنتاج المباشر والتصدير لدول كتير جدا. العملية دي عملت إن عندنا في جنوب شرق آسيا وفي دول في أفريقيا وصلت لمراحل من الفقر المضغع. في فرق بين معدلات الفقر والفقر المضغع. معدل الفقر أصلا ما هو معدل الفقر عشان المشاهد يبقى عارف؟ معدل الفقر هو بيحسب مستوى الدخل ومستوى الإنفاق. مستوى الإنفاق يتماشى مع الحاجات الأساسية من مسكن ورعاية صحية ومشرب ومأكل. ده معناه إن له معدل عالمي كان دولار وعشرين سنت، وبعد كده اترفع في 2009 لاتنين دولار. فاللي بيحصل إن بتيجي الدول بتاخد عينات عشوائية من المجتمع من أماكن جغرافية مختلفة، ويبدأوا يقيسوا ان الدول دي السنة اللي فاتت مثلا كان دخلهم ايه وكانوا بيصرفوا ايه، والسنة دي كان دخلهم ايه وبيصرفوا ايه. ده الفقر غير الفقر. ده الفقر المضغع اللي ما بيبقاش عنده 10% من الحاجات الاساسية، اللي ما بيقدرش يوفر المأكل او المشرب او المسكن. ودي موجودة زي دول في صحراء افريقيا ودول في شرق افريقيا وفي شرق اسيا، في دول كتير جدا اتأثرت بسبب موضوع الكورونا. فالكورونا يمكن الجمعية العامة للأمم المتحدة النهاردة حتى تقرير البنك الدولي كان بيقول ان في دول ثبتت من برامجها الإصلاحية، وده طبعا مصر دولة من الدول دي، وفي دول ما قدرتش ان هي تكمل، ويتم توجيه معونات ليهم لوضع شيء من الحماية الاجتماعية للدول دي. ده كقراءة مبدئية. طب احنا كمصر فين من الموضوع ده، وايه اللي حصل عندنا، وليه احنا بنقول او ليه طلع التقرير اللي من البنك الدولي اللي بيعمد تقرير الجهاز الاحصائي ان احنا مستوى الفقر عندنا نزل عن العام الماضي من 32% ل 29%، وهي نسبه كويسه في ظل الكورونا. طبعا انت الضمانه الاساسيه اللي احنا دايما بنتكلم فيها هي برنامج الاصلاح الاقتصادي. ليه برنامج الاصلاح الاقتصادي؟ في حاجه اسمها الحمايه الاجتماعيه. طب الحمايه الاجتماعيه، هل مصر عملت برامج المواطن المصري او الشعب المصري شهد تغيير فيها في خلال الثلاث اربع سنوات الماضيه؟ طبعا عند حضرتك بدل البرنامج فيه سبع برامج. البرنامج الاول وهو يعتبر المظله الرئيسيه تكافل وكرامه، حياه كريمه،
فرصتي. في ثلاث برامج تانيين خاصين بتوظيف الشباب اللي هم لم يوافق عليهم في تكافل وكرامة وحياة كريمة. النهاردة برنامج حياة كريمة هو البرنامج الأساسي، بيستهدف 58 مليون مواطن. الـ 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 الأجهزة المعنية أكتر من نص الشعب، أكتر من نص الشعب، 58 مليون مواطن. أنت عارف حياتك يعني إيه توصلي لـ 58 مليون مواطن، تغيري مساكنهم، تغيري البنية التحتية متمثلة في الطرق والصرف الصحي والمية والكهرباء. وفي أماكن في مصر لا كان يوصل لها المية مش الكهرباء، يعني في اماكن في قنوات تلفزيونيه عديده والتلفزيون المصري، وانتم كان ليكم مبادرات ان انتم رحتوا شفتوا اماكن ما ينفعش تدخلي فيها في مصر، سواء في الصعيد او سواء في الدلتا او غيرها من الاماكن اللي في الاقاليم المتعدده. انت وصلتي للناس دي، وبقى يتعمل حتى انت ممكن المشاهد يشوف ان في فيديوهات بتيجي من الناس كانوا عايشين ازاي وبقوا عاملين ازاي. طب في برنامج تاني اللي هو برنامج الاسكان. برنامج الاسكان النهارده احنا بنشوف ان مصر قضت على القنبله الموقوته اللي وعد الرئيس السيسي في بدايه برنامجه الاختباء الانتخابي، وهي العشوائيات. حياتك النهارده انت لو تشوفي كل افتتاح لكل مجمع سكني كان عامل ازاي وبقى عامل ازاي، وازاي الشقق، يعني انا لما بحضر اي افتتاح من دول او بشوفه حتى في التلفزيون، مجرد ان انت تشوفي الشقق بتتسلم ازاي، ده ما حصلش على تاريخ مصر. طب هل معدلات الفقر اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو اساس الحلقه بتاعتنا النهارده، هل هي دي صاحبه سنه او سنتين؟ لا، مصر من 1950 وهي واخده تركه معدلات الفقر. يعني اللي يقدر يبحث في التاريخ هيلاقي ان مصر في 1950 كان معدل الفقر فيها 27%، الصين كانت 70%، وفضل المعدل ده في تذبذب حسب القيمه الصروف او الطبيعه الانتاجيه القوميه للدوله. ازاي انت النهارده نجحتي غير برنامج الحمايه الاجتماعيه للبرامج اللي احنا قلنا عليها؟ في ثلاث عوامل تانيين. العامل الاساسي وهو الاستثمار الحكومي، وانت في الموازنه اقريتي ب 550 مليار جنيه استثمار حكومي في مشروعات داخل الدوله المصريه، ودي معناه ان الحكومه تبدا تفتح اماكن للشباب وللاسر ان يبقى في عمليه انتاج، ودي طبعا متمثله في المشروعات المتوسطه والصغيره اغلبها. ثانيا الاستثمار المباشر اللي هو الاستثمار الاجنبي المباشر. الاستثمار الاجنبي المباشر يمكن اتاثر كتير جدا جدا في خلال من 2019 ل 2021 في كل دول العالم مش في مصر. وقبل الكوفيد، قبل الكورونا، احنا كنا بنطمح لمعدلات يعني متفوقه، ولكن حصل الكورونا وبقى عندنا معدلات ثابته فيها هبوط ملموس. ولكن دلوقتي اللي حصل ان انت بعد ما غيرتي البنيه التحتيه للاستثمار في مصر والمشروعات القوميه اللي انت طرحتيها للمستثمرين، الناس دي هي اللي موجوده دلوقتي عندك بتنمي سواء استكشافات بتروليه سواء طرق. يعني برضو الاستمرار في ده لازم في عمليه البناء في المشروعات القوميه بالنظر الى ظروف كورونا دي كان ليها برضو مدلول او انعكاسات كبيره على استمرار العمل، وبالتالي فرص العمل او الدخل مستمر بجانب البرامج، برامج الحمايه. خلينا ناخد برامج الحمايه الاجتماعيه دي في جنب، خلينا نتكلم على المشروعات القوميه دي عملت ايه. ويمكن حضرتك انت في اي ريبورتاج بتشوفيه بتلاقي ان انت بتتكلمي في عدد فرص عمل غير طبيعي في كل القطاعات، سواء في القطاع الزراعي، في القطاع الصناعي، في القطاع الخدمي، في التشييد والبناء، في النفط والغاز، في كل المشروعات اللي تم اطلاقها في الدولة المصرية في خلال الثمان سنوات الماضية. انت فرص العمل اللي اتوجدت للشباب واللي من سن 18 ل 55، انت عديتي ال 10 مليون، اضربي في 4 فانت بتتكلمي في 40 مليون مواطن. الناس دي ما كانش عندها شغل. هو ليه معدل البطاله نزل عندي ل 7.8؟ لان انت وجدتي ده. طب هل ده له يعني صله بعمليه معدلات الفقر؟ طبعا، لان هو ده الدخل. المشكله اللي موجوده عندنا هي في الانفاق. يعني الاسره النهارده واي مواطن مصري هتلاقي ما عندوش غير مشكله واحده، وانا دايما بنادي بيه، هي عمليه الاسعار. ان هو يقول لك مثلا انا دخلي 3000 جنيه او 4000 جنيه بس الاسعار يعني في زياده مستمره. طبعا هنا برضو مرتبطه بعمليه الانتاج، لان انت طول ما في معروض زياده طول ما الاسعار هتقل، طول ما المعروض قليل. وده حصل في الفتره اللي فاتت مثلا على سبيل المثال، يعني مش الحصر في الخضروات مثلا، فجاه لقينا اسعار الخضروات مثلا بدات تقل. ليه؟ لانك طرحتي المليون فدان
عندك الاستثمار في الثورة السمكية وأسعار الأسماك دي نزلت، بدأت الوقت توجهي لعملية اللحوم وبدأت تخشي في المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية والقطن اللي انت بدأت تصدريه. طول ما انت في مصر، وده اللي الريس يعني ماسك الملف ده من أول يوم مسك فيه الإدارة السياسية، ألا وهو الصناعة والإنتاج، الصناعة والإنتاج. طول ما أنا ماسك دول، طول ما منتجاتي المحلية هتبقى موجودة بوفرة. زائد الحاجة التانية اللي بتاخد 60% من دخل أي أسرة مصرية، وهي المسكن. النهاردة أنت عملتي ثلاث حاجات، أنت المدن السكنية اللي أنت طرحتيها، فأنت وفرتي المعروض. أنت كان المعروض عندك قليل جدا، فكنت دايما بتتجهي للمستثمرين وشركات القطاع الخاص. حتى الأسعار طبعا مرتفعة، قلت كل أسعار العقارات قلت في مصر. قلت ليه؟ قلت لأن المعروض بقى كتير، ولأن الدولة وفرت دي حماية اجتماعية في برنامج الإسكاني. أن أنت النهاردة ما عدتيش محتاجة أن أنت تقعدي في الإيجار، لأن أنت حضرتك النهاردة بتقدمي وبتاخدي شقتك، بتاخديها بعد سنة بعد سنتين، المهم أن أنت بتاخديها، فبقيتي أنت قاعدة في شقة ملكك مش شقة إيجار. فده عمل تغيير في التركيبة الجغرافية للسكان في مصر، وده اللي يخلي ان في خلال الست سنوات او السبع سنوات الجاية، وصولا بخطة مصر 2030 اللي هي خطة التنمية المستدامة الاساسية للمشروع الوطني المصري، ان على 2030 يبقى انت عندك منظومة سكنية للمواطن المصري عديتي فيها 60%، فانت هتبقي وفرتي له 60% من دخله. زائد ان الانتاج يفضل بنفس الوتيرة اللي احنا ماشيين بيها دلوقتي. فهتلاقي ان الاسعار قلت. انت مش هتبقي مرتبطة بان اسعار النفط بتعلى ولا بتزيد، من البنزين بيغلى ولا بيزيد، لان المعروض عندك بقى كتير. فهيضطر التاجر مجبر اخاك لا بطل ان هو يتماشى مع السعر اللي فيه تاجر تاني منزله. احنا كنا ايام قبل الرأسمالية لما كنا في النظام الاشتراكي، كان في عندك سياسة رقابية على الاسواق، يعني التسعيرة اللي تطلع في اسيوط هي اللي تطلع في القاهرة، ومحدش يقدر يغير فيها جنيه. ولما احنا عملنا السوق الحر وبقى مرتبط بالطلب والعرض، هي الاسعار زادت. انا طلبت كتير ان نرجع للتسعيره الاجباريه. تخيل حياتك ان التسعيره الاجباريه دي موجوده في دول مجلس التعاون الخليجي، موجوده في اوروبا، موجوده في امريكا. التسعيره الاجباريه دي بتعمل ايه؟ بتجبر التاجر ان مارجن الربح بتاعك 25% ثابت مش متغير، وده لا يضر بان انت تقولي لي بقى طب انت كده احنا بنضر بالمستثمرين باصحاب الاعمال. لا، انا بحسب له الهامش من وزاره التجاره والصناعه، بقول ان الهامش ده بعد استقطاع المصاريف اللي انا عارفها كوزاره. النهارده لما انت توفري ده مع الانتاج الوفير اللي موجود للاسره المصريه، فمعدلات الفقر اللي احنا بنتكلم في 3-4% نقصت، لا احنا هنوصل ل 6-7%، لان انت اوريدي خلاص انت شغاله، وشغاله بسرعه مخيفه. يعني انت لما تشوفي حياتك النهارده، برامج اللي احنا كنا بنتكلم في حياه كريمه او غيره، انت الانجاز اللي بيحصل في البرامج دي سريع بصراحه جدا، وما كانش حد متوقع ان يبقى بالشكل ده. وحتى لانه كمان على سكيل شامل، يعني هو مش على محافظه، مش على محافظه ولا نطاق جغرافي واحد، تاني حاجه مش في قطاع دون الاخر، لا على الدوله كلها، على الدوله كلها. زائد النقطه المهمه ايه هي؟ انت الدوله النهارده شغاله في كذا مشروع في نفس الوقت. احنا قلنا الاستثمار الحكومي، ان المستثمر الاجنبي دلوقتي بقى نظرته لمصر مختلفة في حاجات كتير. بيئة تشريعية قانونية اختلفت، البنية التحتية بتاعت الدولة اختلفت، المدن الجديدة، المناطق الاقتصادية المتخصصة، وي 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 وغيرها من المشروعات القومية اللي انت طرحتيها. الاستثمار الاجنبي النهاردة محتاج ايه؟ محتاج الترويج. عايزة تحافظي على الاستثمار الاجنبي. انت وانا كنت بنادي بها دايما، ان لما عملنا مؤتمر شرم الشيخ في 2015، المؤتمر ده هو اللي جذب لنا اكبر كمية مستثمرين من العالم كله. احنا محتاجين كل سنة نعمل ده. ده هيجيب لك استثمار اجنبي مباشر، لانك بتدعو مش الشركات، الميجا انتربرايز. هي الهند ايه اللي خلاها مستقرة اقتصاديا؟ هي والصين، ان هم اعتمدوا على المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد المتنوع الداخلي. هدي لحضرتك مثال صغير، اللي هم الستارت ابس، اللي هم الشركات اللي لسه بادئه الناشئه. عندنا شاب مصري كرمه الشيخ محمد بن راشد، ودخل شركته في بورصه ناسداك في في, في في الامارات، وهو بدا من مصر بدايه بسيطه عباره عن تطبيق. تخيلي ان التكنولوجي سوليوشنز دي في شركات كتير جدا بره مصر تتمنى انها تخش السوق المصري،
بس هم ما يعرفوش ازاي، وانت ما حاولتيش ان انت تروحي لهم، لان انت بتروحي للميجا انتربرايز للشركات الكبيره. فانت النهارده لو وجهتي من الهيئه العامه للاستثمار ووزاره الاستثمار وشغلنا الملاحق التجاريه اللي موجوده في سفاراتنا بره مصر ان نبدا نعمل مؤتمرات وناخد افكار الناس دي ونعمل جي في سي جوين فينجر معاهم مع الشركات المتوسطه اللي في الدول دي عندنا، انت هتتكلمي في تغيير اقتصاد مش موجود، لان اللبنه دي في الاقتصاد انت معتمد عليها محليا. كل اللي هيجولك دي حتى لو هو جايب 20 30 40 50 الف دولار فدي عمله صعبه داخلالك، حجم الشركات السوق المصري يشيله 20 سنه قدام، بس انت محتاجه اللي يروح يكلم الناس دي في اماكنهم ويجيبهم عندك في مصر. هي كل ده طبعا داخل خطه الترويج زي ما حضرتك قلت. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد حمزه الحسين خبير الاقتصادي، شرفتنا يا فندم جدا. شرفت بحضرتك فهم. النهارده في منى القاهره، الشكر دائما موصول لحضراتكم لمتابعه حلقات منى القاهره. الى اللقاء.